كوتش كريم، السؤال ديالك هذا الأسبوع، شنو تنصحني باش نقدر نقوي شخصيتي؟ ملي كتقول الشخصية ديالي ضعيفة، كتكون من موراها إحساس اللي كتعيشه في اليوميات ديالك واللي كتبان لك فيه أنك كتبغي تقول شي حوايج أو كتبغي تدير شي حوايج وما كتزعمش أنك تقولهم وأنك تديرهم. وهذا الإحساس هذا إحساس صعيب، أنك بغي تقول شي حاجات ولا تدير شي حاجات وما كتقدرش تديرهم، ماشي حيت ما قدرتيش ولكن حيت شخصيتك تتحس بأنها ضعيفة قدام الآخرين. فأول حاجة خصنا نديرو نعرفو مناش جاي هاد الشي وعلاش كنفكر أنا بهاد الطريقة هادي باش نعرف نخرج من هاد المشكل. الشخصية الضعيفة بعد مرات تتكون جزء من الشخصية ديالنا، لأن الناس جوج الأنواع، كاين الناس اللي كيكونوا منغلقين على ذاتهم، ناس منفتحين، وذاك المنغلق بعد المرات حيت شخصيته انطوائية شي شوية ما تكتسبش خبرة في اللقاءات مع الناس، فحيت ما تعرفش الناس الآخرين تحس بأنه أحسن منه، وذاك شي تيولي ينعكس عليه سلبا وتيولي أمن بأن شخصيته ضعيفة. أولا في التربية دياله تربى على أن شخصيته تكون ضعيفة، لأن كانوا ديما تيقولوا له سكت حشم، وسورتو في الثقافة ديالنا المغربية اللي ما كتفرقش ما بين الخطأ والخطيئة، واللي كتبين الدراري الصغار أنهم ديما صغار وما تعرفوش قد الكبار. وإلا كنتي في شي عائلة اللي فيها سلطة أبوية كبيرة، فأنت ما عندكش الحق أنك تعبر كما بغيتي، وكتربى فيك داك الضعف الشخصية. وكاين واحد النوع ثالث ديال الناس اللي ماشي شخصيتهم ضعيفة، ولكن غير هما عندهم انتظارات اللي كتكون بعض المرات كبيرة مقارنة مع الواقع، واللي كتبين لهم أن فين ما وصلوا راه شخصيتهم ماشي هي هذيك، وأن الناس الآخرين دائما حسن منهم، لأن كنشوفوا دائما الأفضل في الآخرين وكنقارنوا بالأخيب فينا حنايا. من هذا الشيء كامل تكون شخصيتك ضعيفة بالصح أو لا غير تتبان لك ضعيفة، كاع الناس عندهم فين يطوروا الشخصية ديالهم كيف فما بغات تكون. دونك هنايا غادي نهضر مع كل شيء على أساس أن كل شيء يقدر يطور الشخصية ديالو شي شوية أكثر. الشخصية أنا تنمثلها بحال شي تمثال، فاش كيكون تينحتو مولاه في الأول ما كتكونش عنده معالم، كتكون غير صخرة أو لا خشبة أو لا شنا هي ديك لا ماتيير بروميير اللي بادي منها، وما حدو تينحت وما حدا المعالم ديال الشخصية تتزيد تبان. اللي تيخلي الناس يخافوا انهم يطوروا الشخصيات ديالهم هو واحد الخوف رهيب وما عنده حتى تفسير من واحد لا سيتوياسيون اللي غيقولوا لي فيها الناس راك تبدلتي. كنخافوا الناس يقولوا لنا تبدلتي، دونك تنفضل ان تبقى شخصيتي ضعيفه والناس ما يقولوا لي والو، على ان شخصيتي تولي قويه والناس يتهموني انني تبدلت. الشخصيه القويه كتجيب التجارب والتدريب، دونك غندخل في تجارب جديده ما عمري دخلت فيهم، لان فاش كندخل في تجربه ما عمري دخلت فيها تندير واحد الطرق اللي ما عمري استعملتهم، دونك تنكتشف شي حوايج فيا اللي ما عمرني اكتشفتهم. غير هو التجارب ما ندخلش فيهم بطريقه اللي هي عنيفه، ندخل بطريقه متدرجه ونعطي راسي الوقت على حسب النوع ديال الشخصيه ديالي والشجاعه ديالي انني نغير راسي. المهم يكون طول في الوقت والتدرج في التعلم. كان هذا الجواب على السؤال ديال اليوم. لا عندكم شي سؤال واحد اخر مرحبا بكم في لاباج فيسبوك ديال واش فهمتونا، غادي نجاوبكم بكل فرح. نتلاقاو في الحلقه الجايه. من هنا الحلقه الجايه تهلاو في راسكم.